اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده واصحابي اللي معايا النهارده. والنهارده الحقيقه يا اصحابي معايا حكايه بطلتها يا رب يا رب يا رب ما حدش فينا يقابلها ابدا ابدا ابدا. بطله حكايتنا النهارده يعني هي مش حلوه، وبتوصف نفسها بتقول ان هي ممكن تبقى موجوده في اي مكان وليها اكتر من شكل، ممكن تبقى موجوده باي شكل ممكن نتصوره. بس بتقول كمان عن نفسها حاجة مهمة قوي، بتقول إن هي طول ما إحنا بنهرب منها بتجري ورانا، ولو فضلنا ساكتين ما اتكلمناش عنها بتكبر 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 بتكبر، وطول ما إحنا خايفين منها هي بتبقى مبسوطة، وطول ما إحنا مش بنخاف وبنقول لأ إحنا مش هنسكت وهنعرف نتصرف بتبدأ تقلق، وشوية شوية بتبدأ تصغر. يا ترى إيه هي البطلة دي؟ ومين فينا في يوم من الأيام قابلها؟ بطلة قصتنا يا أصحابي هي المشكلة. قصتنا وحكايتنا النهاردة اسمها مشكلة مشكلة. معقولة بطلة قصة تبقى مشكلة؟ لا. معقولة؟ بس إحنا النهاردة معانا بطلة غريبة جداً، هنشوف بقى المشكلة هتعمل إيه. المشكلة عندها مشكلة إيه هي؟ إنها عايزة تروح لأي حد من أصحابنا وتبدأ تضايقه، تشوف إيه الحاجة اللي بتزعله وتعملها، وهتشوف هو هيتصرف معاها ازاي. كمان بتقول لنا سر خطير جدا عنها، ان احنا اول ما نقول مفيش مشكله ده بيخليها تصغر 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 لحد ما تختفي خالص خالص خالص. اول حاجه المشكله كده ايه؟ ماشيه مش عارفه تعمل ايه؟ سمعت كده اصوات ولاد عمالين يقولوا جون، يلا بسرعه يلا شوت. الله دول اولاد بيلعبوا كوره، بس انا هنا هتحول لحجر وخليهم وهم بيجروا كده ومعاهم الكرة واحد فيهم يقع ويضيع الجون وبس ماتش هيبوظ وكلهم هيتخانقوا بقى مع بعض. فعلا اول ما المشكله دخلت الملعب بقت على شكل ايه؟ حجر. وقفت في وسط الملعب، عمر ماسك الكوره وبيجري واصحابه بيقولوا يلا يا عمر شوت يا عمر. عمر حصل له ايه؟ وقع، ولما وقع رجله اتعورت. ايه المشكله؟ قالت بس دلوقتي كلهم هيزعلوا مني، يقولوا له كده يا عمر ضيعت علينا الجون يا عمر، ينفع كده يا عمر؟ طيب بس تعرفوا حصل ايه؟ حصل ايه؟ عمر وهو واقع لقى العشر ايدين بتوع بقيه فريقه بيقوموا يقولوا له مش مشكله الماتش يا عمر، المهم تبقى انت كويس، انت صاحبنا نلعب ماتش اتنين تلاته بس انت المهم تبقى كويس ونبقى كلنا سوا مع بعض، مفيش مشكله يا عمر. قالوا الكلمة اللي بتخلي المشكلة إيه؟ طيب أنا هسألكم بقى قبل بقى ما أبدأ بقى في بقية القصة، أنتوا لو بتلعبوا كورة وحصل إنه حد من فريقكم كان هيجيب جون وقع واتخبط وتعور، بتعملوا إيه؟ بتقعدوا تقولوا له حرام عليك ليه عملت كده؟ ضيعت علينا الهدف؟ ولا بتقولوا مش مهم، المهم إن صاحبنا اللي معانا في الفريق يبقى كويس؟ ها تعملوا إيه؟ بنقول مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم. برافو عليكم، لان المهم علاقتنا احنا باصحابنا، الماتشات بتروح وتيجي والكوره لعبه في النهايه، يعني الكوره ما تخليناش ابدا ابدا يا اصحابي نزعل من بعض، لو انا بشجع فريق وصاحبي بيشجع فريق تاني ده كوره نتفرج على الماتش ونتبسط، لكن بعد ما يخلص الماتش خلاص احنا اصحاب، لكن ما نقعدش نتخانق عشان انا فريقي كذا وهو فريقه كذا ونخسر بعض، هل ده صح؟ لا. ساعات الكوره بتعمل مشاكل كتير قوي قوي بين الاصحاب، انتوا ممكن توافقوا على حاجه زي كده؟ لا. طبعا اول ما اصحاب عمر قالوا له تعالى يا عمر مفيش مشكله، حصل ايه للمشكله؟ صغرت وبعدين اختفت وبقت زعلانه قوي، ايه ده؟ انا ما عرفتش اعمل حاجه، الولاد دول طلعوا بيحبوا بعض. مشيت 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 شويه المشكله، وبعدين ايه؟ بصت كده لقت ايه؟ الله بلالين وحاجات حلوه وكده، شكل كده المكان ده فيه احتفال، فيه عيد ميلاد، ولقت بنوتة حلوة جميلة كده قاعدة ترتب في لعابها وترتب في عرايسها وتقول إيه دلوقتي أصحابي هيجوا وهفرجهم على العروسة الجميلة اللي بابا جابها لي هدية عيد ميلادي، عروسة حلوة لابسة فستان أصفر وشكلها كده إيه تحفة. البنوتة اتشغلت شوية بترتب حاجات، دخلت المشكلة أوضة البنت، تفتكروا هتعمل إيه بقى؟ إيه اللي هتعمله؟ ممكن تضايقها ازاي يوم عيد ميلادها؟ تبوظ العروسة. تبوظ العروسة، مسكت العروسة بتاعت البنوتة وبدأت تقطع في فستانها، تقطع في فستانها. البنوتة ليلى داخلة أوضتها، إيه ده؟ العروسة؟ إيه اللي حصل لها؟
فستانها اتقطع. طب انا دلوقتي ازاي؟ ده انا عماله اقول لاصحابي لابسه فستان حلو قوي وعليه قلوب جميله وشكلها حلو، دلوقتي هقولوا عليا ايه؟ بضحك عليهم؟ لما يجوا يلاقوا فستانها متقطع هيقولوا ايه؟ قعدت تعيط تعيط تعيط، وبعد ما كانت حلوه ومبتسمه شكلها بقى كده زعلان ومش حلوه، كل ده عشان فستان العروسه حصل له ايه؟ قطع. ايه المشكله اللي انا فيها دي؟ هي تقول كده والمشكله يحصل لها ايه؟ تصغر. ليلى تعيط والمشكله تضحك، هي تعيط والمشكله تضحك. شويه ودخلت جودي اخت ليلى قالت لها في ايه؟ قالت لها شفتي العروسه؟ شفتي حصل فيها ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ قالت لها بس مفيش مشكله، عندك عرايس كتير قوي قديمه ما بتلعبيش بيها، ناخد فستان العروسه القديمه ولبسه للعروسه الجديده وخلاص وهيبقى شكلها حلو. فعلا يا اصحابي جودي راحت اخده فستان من العروسه القديمه ملبسه للعروسه الحلوه بتاعت ليلى، بقى شكلها ايه؟ جميل. الله ايه ده الفكره الحلوه دي؟ قالت لها كل مشكله وليها حلها. يبقى المشكله هنا هيحصل لها ايه؟ هتصغر وتختفي. وصحباتي بقى البنوتات اللي معايا كده واللي بيشوفوني لما لعبه من لعبكم بالذات العرايس تبوظ، بتعملوا ايه؟ بتقعدوا تعيطوا؟ لا. ولا لا. بتحاولوا انتوا تصلحوها؟ مش على طول برضو تقولوا نشتري واحده تانيه؟ نصلحها يعني حاجه في العروسه باظت، عندنا عرايس كتير مش بنلعب بيها، ممكن ناخد منها حاجه نلبسها للعروسه الجديده، صح؟ صح. زي ما عملت جودي اخت مين؟ ليلى. تاني مره المشكله تفشل، قالت لا انا كده مش هينفع، انا كل ما بروح لحد ما بعرفش اعمل له مشكله، لازم بينتصر عليا. بس يا ترى بقى المشكله هتنتصر على ادهم ولا ادهم اللي هينتصر عليها؟ تعالوا نشوف. ادهم قاعد بيذاكر على المكتب وبكره عنده الامتحان بتاع الرياضه، حاطط ادوات الهندسه، حاطط كمان ايه الاله الحاسبه، وقاعد بسرعه يحل ويركز ويقول ايه ان شاء الله ان شاء الله هجيب درجه حلوه، انا مستعد كويس قوي للامتحان. المشكله مستنيه تشوف هتعمل ايه. ادهم نام، وقبل ما ينام حط ادواته فين؟ في شنطه المدرسه. استنت المشكله لما ادهم نام وتفتكروا هتعمل ايه عشان تبوظ؟ تاخد ايه؟ دخلت المشكله الشنطه وراحت واخده ايه؟ قطعت الاله الحاسبه. قالت بس مش هعرف يحل في الامتحان، هو عمال يحل على الاله الحاسبه، لو اتخذت الاله الحاسبه منه هيروح الامتحان يلاقي المساله هيوقف. المره دي عرفت افكر صح. فعلا صحي ادهم من النوم بدري، خد الشنطه طبعا من غير ما يفتحها وراح على الامتحان، بيطلع الادوات، الاله الحاسبه، فين الاله الحاسبه؟ يا خبر، طب انا هحل ازاي دلوقتي؟ طب انا هعمل ايه؟ والوقت بيعدي والامتحان. شويه كده وبعدين افتكر كلام باباه، باباه كان بيقول له ايه يا اصحابي؟ كان بيقول له لما في حاجه تضايقك تسكت، تاخد نفس عميق وتبدا تفكر، ولما تفكر بهدوء هتوصل للحل. فعلا ادهم عمل كده، اخد نفس عميق وبدا يبص كده ويقول ايوه ايوه انا بفتكر اهو جدول الضرب، انا افتكرت اهو 9 في 5 ب 45 ايوه كمان وايه كمان و 30 في 2 ب 60. قعد يفتكر الارقام ويفكر نفسه بجدول الضرب، واحده واحده افتكر كل جدول الضرب وبدا يحل المسائل ويقول ايه الحمد لله مفيش مشكله، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ان انا خلاص افتكرت كل الارقام وهبدا احل المسائل واحده واحده بانتظام. تعمل ايه المشكله بقى؟ تبقى عامله ازاي؟ تصغر لان ادهم فكر وبسرعه ما استسلمش لليأس في الامتحان، وقعد يعيط ويقول فين الاله الحاسبه؟ يا ترى راحت فين؟ ده انا حطيتها في الشنطه، كل ده الوقت بيعدي في الامتحان يا اصحابي، كل دقيقه في الامتحان لازم نهتم بيها ولازم نحرص عليها، لان ده من وقتنا احنا ومن درجاتنا احنا. انتوا لما بتروحوا الامتحان وتحصل لا قدر الله اي حاجه، بتقعدوا بقى سايبين ورقه الاجابه وقاعدين تفكروا فيها؟ لا خالص. لو لقيتوا سؤال صعب تفضلوا قاعدين مش عارفين تحلوا وتسيبوا بقيه الاسئله؟ لا صعب؟ هسيبه دلوقتي، هبدا بالاسئله الثانيه، وعبال ما اوصل له هكون جاوبت على كل الاسئله وافكر فيه بهدوء، لكن لو هنبدا بالسؤال الصعب ونقف ونفكر هيعدي الوقت، لا هنحله ولا هنحل بقيه ايه؟ الاسئله. يبقى احنا كده اتصرفنا صح؟ لا اتصرفناش صح، يعني كل شويه احنا بنشوف المشكله بتعمل ايه واصحابنا بيتصرفوا معاها ازاي. مشيت شويه بقى المشكله، وبعدين بصت كده لقيت ولد نايم في السرير وعمال يخبي وشه،
ويقول يا يا ماما ايه ده يا ماما لا 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 ايه ده ماله ده بصت شو مش عايز اشوف الحاجات اللي بشوفها على الحيطه دي انا خايف منها انا ما بحبش الضلمه قالت بس هو ده الولد ده بيخاف من الضلمه وانا بقى مش هسيبه والولد عمال يقول ايه انا مش هقول له ماما ماما هتضحك عليا ولا هقول لاصحابي هقولوا عليا جبان خلاص امري لله هفضل ساكت كده وخايف حاجه تانيه قالها الولد ده عجبت المشكله قال ايه قال انه خايف ايوه وانه مش هيقول لماما لما احنا ما نحكيش عن المشكله هي قالت لنا يحصل لها ايه بتكبر لكن لما نحكي عنها بتصغر فدلوقتي الحقيقه هو قال لها كل الحاجات اللي هتخليها تفضل قاعده معاه انه مش هيقول لحد انه خايف ولا هيقول لمامته عشان ما يضحكوش عليه ولا هيقول لمامته ولا هيقول لاصحابه عشان ما يضحكوش عليه فهي ضامنه انه مش هيقول لحد فخلاص هي هتفضل قاعده معاه وانه كمان بيخاف من ايه من الضلمه دخلت المشكله وبدات بقى ايه تعمل اشكال مخيفه على الحيطه قدام الولد وهو يعيط ومش عارف ينام يعيط ويغطي وشه مفيش فايده صحي الصبح من النوم طبعا هيصحى كويس ولا يصحى تعبان تعبان ما نامش صحي تعبان وشكله كده نعسان مامته تقول له مالك 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 فيك ايه يا كريم مالك يقول لها ايه مفيش حبيبي مالك في حاجه مزعلك مفيش يروح المدرسه المدرسه تحس انه قاعد ساكت كده مالك في ايه في حد مزعلك لا انت نمت كويس امبارح يعمل كده في حاجه لا المشكله تسقف بصوته ما بيقولش لحد اهو انا عمال اكبر بس طول ما هو قاعد عمال يتخيل حتى هو في الفصل الاشكال اللي بتظهر له على الحيطه مش قادر ينساها خلاص بدات تسيطر على حياته بيشوفها في اي مكان في يوم كريم نزل من السرير ورايح بره الاوضه راح مخبوط في الحيطه لما اتخبط في الحيطه قال اه مامته صحيت بابا صحي ومالك مش عارف انا كنت ماشي مش عارفه حسيت ان انا مش شايف كويس طبعا وقتها بابا وماما هيعملوا ايه هيودوه فين؟ ودوه للدكتور عشان يشوفوا ماله لما الدكتور كشف عليه قال له في حاجة مضايقاك في حاجة تعباك سكت كده قال له أنا الدكتور لازم تقولي على كل حاجة بتشتكي منها بصراحة لازم لما نروح للدكتور ويسألنا إيه اللي بيوجعنا لازم نقوله بصراحة ما نخافش لأن لو سكتنا على الحاجة اللي بتوجعنا هتوجعنا أكتر وبعد ما كان هيدينا علاج صغير ممكن العلاج يبقى إيه؟ كبير. صح ولا غلط؟ صح فشوية كريم فكر وقال له بصراحة آه أنا بشوف حاجات بالليل على الحيطة وبتخوفني قوي ومش عارف أعمل إيه قال له لا حالاً هنشوف إيه السبب الدكتور كشف كويس على كريم ولاحظ إنه عنده ضعف في نظره وبالليل بالذات الضعف ده بيزيد فبيخليه يتخيل حاجات مش حقيقية مفيش حاجة على الحيطة ولا حاجة الحيطة سليمة وزي الفل هو اللي لأنه مش شايف كويس بيتخيل أي ضوء يدخل أي حاجة يتخيله شكل مخيف الدكتور قال له أنت كويس بس أنا هديك شوية كده حاجات بسيطة قطرات كده تستعملها وبصراحة يا كريم أنت محتاج تلبس نظارة عشان تشوف كويس وعشان بعد كده ما تشتكيش من أي حاجة فعلا وراح كريم عمل النظارة ولبسها وأول ما لبسها حس إنه إيه بقى مرتاح وشايف كويس جاب الليل لبس النظارة لا الحيطة ما فيهاش حاجة خالص الله أمال إيه اللي كنت بشوفه على الحيطة ده معقولة هنا بقى قال لمامته قالت له حبيبي مفيش مشكلة قال لها فعلا يا ماما مفيش مشكلة أنا دلوقتي كويس عينيا مش بتوجعني وما بشوفش أي حاجة تخوفني وخلاص أنا من هنا ورايح مش هخاف من الضلمة بالعكس أنا هعرف إنه أي حاجة كنت بشوفها قبل كده ده كان عشان أنا نظري كان ضعيف شوية لكن النظارة هي الحل وخلاص أنا دلوقتي النظارة هتبقى صاحبتي وعلى طول هفضل لابسها طالما هي بتريحني وتخليني أشوف كل حاجة كويسة ومظبوطة تعمل إيه بقى المشكلة هنا؟ تصغر وبعدين دلوقتي المشكله بتسالك وبتسال صحابي تروح فين تقولوا لها تروح فين تقولوا لها ايه تختفي تقولوا لها مش عايزين نشوفك خالص يا ريت وما تجيلناش خالص ولو جيت لنا احنا هنعرف على فكره نتصرف ومش هنستسلم ليكي وكل مره هنلاقي ان شاء الله الحل مره هنفكر مره هنستعين ببابا او ماما مره ممكن نسال حد اكبر مننا بس عمرنا ما هنسكت وعمرنا ما هنخليكي تنتصري علينا صح؟ عمرنا ما هنخلي المشكلة إيه؟ تنتصر علينا وكل مشكلة وليها حلها عجبتنا القصة؟ آه طيب أنا عايز أسأل بقى أي مشكلة في المشاكل اللي أنا قلتها النهاردة ممكن لقدر لو قابلت حد فيكو تزعلك تعيد
بتاعت ادهم؟ ها؟ الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة، ها؟ مفيش. مفيش؟ أنا مبسوطة خالص إن ممكن ولا حاجة من دول ما تزعلكوش. مفيش. النهاردة يا أصحابي قابلنا بطلة القصة الغريبة جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت المهمة جدا جدا. عرفنا إزاي نواجه مشاكلنا، عرفنا إيه الحاجات اللي بتخلينا ننتصر على أي مشكلة تقابلنا، إن إحنا أولا لازم نتكلم عنها مع حد أكبر مننا، إن إحنا ما نخافش منها، والأهم إن إحنا ما نهربش منها، لأن كل ما هنهرب من المشكلة كل ما هتبقى بتجري ورانا وتكبر تكبر تكبر. ودايما عايز أسمعكم بتقولوا مفيش مشكلة. دي كانت قصتنا النهاردة، مشكلة مشكلة، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح.